بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا والله بالصف الثاني الثانوي رقم 16، شرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في حل تدريبات المنهج بتاعك العام 2021 من كتاب جيم للعام 2020. مستمرين مع الوحدة 9، الدرس 3 و4. إن شاء الله هنشتغل على الفوكابلري اكسرسايز النهاردة بإذن الله، واللي موجود بدايته على صفحة 149. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ. نقول مفشوز، تقول لك محمد صلاح has كذا a great success. محمد صلاح، وبيكمل طبعا معايا، نجاح عظيم. as a professional footballer، كلاعب كرة محترف. نقول achieved بمعنى أنجز أو حقق، ولا applied بمعنى طبق، ولا failed بمعنى فشل، ولا aspired بمعنى طمع. هنقول achieved بمعنى حقق وأنجز. إجابة صحيحة في جملة رقم 1. 2 بيقول لك a serious problem، كان مشكلة خطيرة يمكن لها إيه بقى؟ if you don't take things more seriously، لو لم تأخذ الأشياء بجدية أكتر، إن يرصدي في الدراسة بتاعتك. raise اللي هي المعنى الحرفي ليها يزيد، arise بمعنى ينشأ، aside بمعنى جانبي، arouse بمعنى يثير. الإجابة بتاعتنا هي arise بمعنى ينشأ. إجابة صحيحة في جملة رقم 2. 3 بقول لك فيها the food festival، مهرجان الطعام، was a great occasion، كان مناسبة عظيمة، for the local، كلمة local بمعنى محلي، بيكمل بفراغ، to get together لكي يلتقوا سويا. police بمعنى شرطة، facility بمعنى تسهيل، community بمعنى جماعة صغيرة أو مجتمع صغير، و ability بمعنى قدرة. إجابتنا الوحيدة الصحيحة community بمعنى جماعة أو مجتمع صغير. إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 3. نروح لجملة رقم 4 عشان نكمل. فأربعة بيقول لك winning the gold medal، الفوز بالميدالية الذهبية، was the highlight، كان أبرز أعمال of the Egyptian wrestler، للمصارع المصري كرم جابرز. إيه بقى؟ job بمعنى وظيفة، task بمعنى مهمة، work بمعنى عمل، وكارير بمعنى حياة مهنية. كارير بمعنى حياة مهنية، ولو بتكلم عن الحياة المهنية كلها كارير. إجابة صحيحة في جملة رقم 4. جملة رقم 5 بيقول لك فيها the young actor، الممثل الشاب، has a lot of، لديه الكثير من ايه بقى؟ in the media، في الاعلام، who help him a lot، واللي بيساعده او بيساعدوه بدرجة كبيرة. ترى ties، ties اللي هي روابط العنق، اللي هي جمع كلمة cravat، ولا contacts بمعنى اتصالات، او مقصود بها اشخاص يتواصل معهم يعني، ولا facts حقائق، ولا enemies اعداء. هنقول contacts بمعنى اتصالات، والمقصود بها ان هو له اشخاص بيتواصل معهم. ادي المقصود بكلمة contacts هنا يا شباب. إجابة صحيحة في جملة رقم 5. 6 بيقول لك فيها the volunteers are hoping to reach there، المتطوعين يأملوا ان هم يصلوا الى there ايه بقى؟ of collecting، لجمع مليون باوندز، مليون جنيه، for the new cancer hospital، لي والعياذ بالله مستشفى السرطان الجديدة. ability بمعنى قدرة، disability بمعنى إعاقة، goal بمعنى هدف، و association المقصود بها جمعية او جماعة او شركة. هنقول جول بمعنى هدف. إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 6. 7 أقول لك فيها تشارلز ديكنز فيرست نوفل، تشارلز ديكنز ده مؤلف إنجليزي روائي معروف، بيقول لك إن أول رواية لي ووز إيه بقى؟ كانت إيه بقى؟ باي هيز إيرلي تشايلد هود، بطفولته المبكرة. انسبايرد بمعنى ألهمة، ريسبايرد المعنى الحرفي ليها تنفس، ديزايند بمعنى صممة، ديفايس بمعنى ابتكر. هنقول inspired بمعنى الهمة. عايز اقول لك ان مصدر الالهام في القصة كان طفولته المبكرة. inspired. اجابة صحيحة في جملة رقم 7. 8 بتقول لك all newspapers publish the recent reports، كل الجرائد بتنشر التقارير الحديثة، of the world health. world health ايه بقى؟ world health معناها الصحة العالمية. ايه الكلمة اللي ناقصة هنا؟ nowadays في هذه الايام. group مجموعة، ولا team فريق، ولا organization منظمة، ولا league. هنقول organization بمعنى منظمة عشان تبقى على بعضها، the world health organization، منظمة الصحة العالمية. وننتقل لجملة رقم 9 علشان نكمل. تسعة بيقول لك فيها ذوق الفراغ of the students in our class، كذا للطلاب في الفصل بتاعي، came to school by bus، بيجوا المدرسة بالاتوبيس. only two come by train، اتنين بس هم اللي بيجوا ايه؟ بالقطر. اتنين بس، يبقى ده معناها بيشير لايه؟ بيشير للاقليه ولا الاغلبيه؟ طبعا بيشير للاقليه. يبقى نقول minority معناها اقليه، priority، priority المقصود بها اللي هي بيقولوا عليها اسبقيه، زيها زي seniority كده.
وعندي ماجوريتي هنا بمعنى اغلبيه. طب احنا قلنا دول اتنين بس هم اللي بيجوا بالقطر، تمام، والاغلبيه بتيجي ايه؟ بتيجي بالاتوبيس. طب فين كلمه اغلبيه؟ ماجوريتي اهي. ماجوريتي معناها اغلبيه، يبقى اغلبيه الطلاب بيجوا بالاتوبيس والاقليه اللي هم الاثنين دول بيجوا بالقطار. ماجوريتي بمعنى اغلبيه. اجابه صحيحه في الجمله رقم 9. 10 بيقول لك فيها each debate of the two candidates، كل مناظره بتتم ما بين المرشحين اللي هم الاثنين المرشحين يعني، والفوكس اون هتركز على ايه بقى؟ political issue، قضيه سياسيه. specific محدد، discussing بمعنى يناقش بشكل استمراريه، ولا vague بمعنى غامض، ولا unimportant بمعنى غير هام. هنقول specific عشان تبقى محدد. اجابه صحيحه في الجمله رقم 10. حسوا بقول لك the rocky soil، التربه الصخريه، is ايه؟ مالها ايه بقى؟ for planting، لزراعه grapes، grapes اللي هو العنب، and similar crops، ومحاصيل مشابهه لي. نقول ايه بقى؟ suited ولا suitable ولا possible ولا perplexed؟ هنقول suitable بمعنى مناسب او ملائم، عشان تبقى التربه الصخريه مناسبه او ملائمه لكذا. تمام؟ طيب 12 بقول لك فيها 7 copies of the original book، سبع نسخ من الكتاب الاصلي، are still known to، لا تزال معروفه لايه بقى؟ in museums، في المتاحف. ها resist بمعنى يقاوم، persist برضو بمعنى يقاوم، exist معناها موجود، وvanish معناها تلاشى. هنقول exist بمعنى موجود. يبقى عايز اقول لك سبع نسخ من الكتاب الاصلي لا تزال معروف انها موجوده في المتاحف. اكزيست اجابه صحيحه في الجمله رقم 12. 13 بيقول لك ايه فيها؟ نرفع بس الصفحه عشان نشوف رقمها. 13 بيقول لك فيها most people want to، معظم الناس تريد ايه بقى؟ at the weekend، في نهايه الاسبوع، طبعا عطلات طبعا، because they work hard in the week، لانهم بيشتغلوا بجد ايه في فتره ايه العمل اللي هو طول الاسبوع كله. تاير اللي هي المعنى الحرفي ليها ضجره، اكسايت بمعنى يثير، exhaust بمعنى يرهق او يتعب، ولا relax بمعنى يسترخي. relax بمعنى يسترخي اجابه صحيحه في الجمله رقم 13. 13 بيقول لك فيها countries have to work together، الدول يجب عليها ان تتعامل سويا او ان تعمل سويا to، لكي ايه بقى؟ global problems، المشكلات العالميه. solve يحل، ولا deal بمعنى يتعامل مع، ولا cause يسبب، ولا cause، طبعا الاجابه هنا متكرره. الإجابة بتاعتي المهمة في الموضوع ده هو solve بمعنى يحل. إجابة صحيحة في الجملة رقم 14. 15 بقول لك فيها we donate some money to، بنتبرع ببعض المال لإيه بقى؟ that helps homeless children، اللي تساعد الأطفال بلا مأوى أو المشردين. نقول popularity بمعنى شعبية، ولا corporation ماشي، ولا charity، ولا speciality. هنقول تشاريتي بمعنى مؤسسة خيرية، كلمة كوربريشن هنا بمعنى شركة، وسبيشاليتي يعني من كلمة سبيشال بمعنى خاص. تشاريتي مؤسسة خيرية، إجابة صحيحة في الجملة رقم 15. ننتقل لصفحة 150 عشان نكمل. 150 عليها بداية الجملة رقم 16 تقول لك يو كان، يمكنك إيه بقى؟ A copy of some programs، نسخة من بعض البرامج، from many websites for free، من العديد من المواقع، وده ببلاش مجاني يعني. load بمعنى يشحن، والشحن ان هو مقصود به شحن البضائع وما الى ذلك، ولا overload بمعنى يحمل حمولة زيادة على مثلا مصدر للكهرباء او للطاقة، ولا upload بمعنى يرفع على الانترنت، ولا download بمعنى ينزل من الانترنت. هي دي download بمعنى يحمل، انت جيب الحاجة من على النت بقى download. 17 the company had to hire a or an، الشركة كان بيتحتم عليها انها تستاجر ايه بقى؟ اد كمبيوتر سوفت وير، في البرمجه بتاعه الحاسب الالي، تو بروتكت ات سيستمز، عشان يحفظ ايه الانظمه بتاعتها. اكسبورت بمعنى يصدر، اكسبرت بمعنى خبير، جيند بمعنى اكتسب، ترينيه بمعنى متدرب. هنقول اكسبرت، الشركه هتاجر خبير، اكسبرت. اجابه صحيحه في 17. طب مش بقول لك many of the government's new laws، العديد من قوانين الحكومه الجديده، have ايه بقى؟ popular support، popular support اللي هو التأييد الشعبي يعني، زي ما بيقولوا يعني. beaten بمعنى هزمه، practiced مارسها، industry صناعه، awarded كفاءه. لو بصيت في الاربع اختيارات لا ولا واحد فيهم ينفع، بس احنا ممكن نقول حاجه، هتبص في الاختيار ايه هتلاقيه فعل، والاختيار بي هتلاقيه فعل، والاختيار دي هتلاقيه فعل. مين بقى فيهم اللي جاي في شكل النوى اللي هو اندستري؟ هنشيلها، شيل من كلمه اندستري، شيلها خالص،
شيلها خالص وحط مكانها الفعل جيند وخدوا إجابة. جيند ماشي بهنشيل اندستري دي ونجيب كلمة جيند، شايفها؟ أهي جيند، شايف الكلمة دي؟ أهي جي أي أي إن إي دي، شايفها؟ هاتها هنا حطها في الفراغ ده. يبقى هات جيند هنا كمل بيها الجملة رقم 13، الجملة رقم 18. هات جيند دي وحطها إجابة في الجملة رقم 18، ماشي؟ حطها هنا. ماشي بدل كلمة إيه؟ اندستري، عشان يبقى نكتب طبعًا الإجابة كده، هناخد هنا نشيل اندستري دي وناخد مكانها كلمة جيند نحطها في الفراغ هنا. تمام؟ علشان تكمل معاها الجملة رقم 18، إجابتها جيند. 18 إجابتها جيند، ناخد لها كلمة جيند من فوق ونحطها هنا. 19 The economic crisis، المشكلة الاقتصادية أو الأزمة الاقتصادية، will surely بالتأكيد هتعمل إيه؟ In the loss of a lot of jobs، في فقدان الكثير من الوظائف. Reason بمعنى سبب، ولا consult بمعنى يستشير، ولا sequence بمعنى يؤدي إلى نتيجة معينة يعني، ولا result، أنا هاخد result ليه؟ لأني result in بمعنى يؤدي إلى. إجابة صحيحة في الجملة رقم 19 result. عشان بيقول لك فيها ذا تمبريتشر كان ريتش، درجه الحراره ممكن توصل لايه؟ 40 سيليزي. ان ذا درجه 40 سيليزي طبعا في ايه بقى؟ ان ابر ايجيبت، في صعيد مصر، سبيشال ان سمر، وخصوصا في فتره الصيف. شادو وده ظل لشيء متحرك، شيد وده ظل لشيء ثابت زي مثلا المنازل والاشجار وما الى ذلك، فيجر بمعنى شكل، ومويستر بمعنى رطوبه. هنقول شيد بمعنى ظل لشيء ثابت زي ما قلنا. اجابه صحيحه في الجمله رقم 20. وننتقل للعنوان الجديد اللي هو مكتوب قدامك، اكسبريشنز تعبيرات، ايديمز مصطلحات، بريبوزيشنز احرف جر، ديريفيتيفز مشتقات، سينونيمز مترادفات، وانتونيمز متضادات. وجمله 21 هي بدايه التدريب ده. Young people sometimes take a lot of، الشباب احيانا بيستغرقوا الكثير من ايه بقى؟ from watching athletes athletes اللي هو لمشاهده اللاعبين الرياضيين، in the Olympic Games في الأولمبياد. inspired تمام؟ ولا inspired ولا inspired، كلهم طبعا جايين من يلهم يعني. ولا inspiring ولا inspiration، هنقول inspiration بمعنى إلهام، بيأخذوا الكثير من الإلهام inspiration. إجابة صحيحة في الجملة رقم 21. الناس بيقول لك فيها this dictionary has a قاموس provides a clear، بيوفر clear هنا بمعنى واضح، simple بمعنى بسيط، إيه بقى of words للكلمات that can be easily understood والتي يمكن فهمها بسهولة. define يحدد، definition تحديد أو تعريف، define تفعل يحدد أو يعرف، definition بمعنى تعريف، define بمعنى معرف أو محدد، و defining واخد شكل إيه؟ واخد شكل الجرند. هنقول definition بمعنى تحديد أو تعريف. إجابة صحيحة في الجملة رقم 22. تترجم بقول لك فيها sitting on the beach، الجلوس على الشاطئ اللي هو البلاج يعني تحديدا هنا، under an umbrella تحت شمسية، is really ايه بقى حقيقة؟ in summer vacations في الاجازات الصيفية، relax يسترخي، relaxation استرخاء، relaxing is really relaxing يعني حاجة تبعث على الاسترخاء، ولا relaxed مسترخي، هنقول relaxing. إجابة صحيحة في الجملة رقم 23. 24 بيقول لك in the park في المنتزه، children have to، الأطفال بيعملوا ايه بقى؟ أو يتحتم عليهم ايه بقى؟ turns بمعنى أدوار، on the swing اللي هي الأرجوحة، and other game tools والألعاب الأخرى المتاحة يعني. take turns ولا give turns ولا add turns ولا provide turns، أنا عندي حاجة اسمها take turns بمعنى يأخذ دور، take. إجابة صحيحة في الجملة رقم 24. طيب نروح ل 25 وكمان منها نشوف رقم الصفحة، واللي بتقول لك there is an obvious contrast، هناك تناقض واضح إيه؟ the cultures of east and west، ثقافات الشرق والغرب. in between at for contrast between، تناقض بين. إجابة صحيحة في الجملة رقم 25. 26 بتقول لك eating too much sugar can lead، تناول المزيد من السكر، إنك أنت تاكل يعني سكر كتير ممكن يؤدي إيه بقى؟ health problems، دي حرف الناقص هنا، in at to for lead to بمعنى يؤدي إلى. إجابة صحيحة في الجملة رقم 26. 27 بيقول لك فيها the children should be، الأطفال يجب عليهم إيه بقى؟ the opportunity، فرصة، to make their own choices، إن هم يعملوا أو ياخدوا قراراتهم بنفسهم يعني، أو اختياراتهم بنفسهم يعني. taken، turned، denied، given عشان يبقى معنى الجملة، الأطفال يجب أن يمنحوا الفرصة، نديهم الفرصة إن هم يختاروا بنفسهم. given، إجابة صحيحة في الجملة رقم 27. 28 بيقول لك فيها the company's failure، الفشل بتاع الشركة، was a direct result،
كان نتيجة مباشرة لإيه بقى؟ باد مانجمنت، الإدارة السيئة. إيه حرف الجر المهم اللي هيجي هنا؟ of in at for a direct result of bad management. of حرف جر صحيح وحيد في 28. سؤال بيقول لك فيها the adjective essential، الصفة essential. كلمة essential المعنى الحرفي ليها ضروري يعني أو أساسي. similar in meaning to the adjective، مشابه في المعنى لمين في اللي جاي؟ vain بمعنى بقول لك إيه، بقول in vain بمعنى بلا فائدة، ولا minor يعني حاجة صغيرة، ولا common بمعنى شائع، ولا necessary بمعنى ضروري. necessary بمعنى ضروري إجابة صحيحة في جملة رقم 29. تدي بقول لك في هذا الفيرب أجري، الفعل أجري، أجري بمعنى يوافق. can be the opposite to the verb، ممكن يكون عكس إيه؟ express بمعنى يعبر، approve بمعنى يستحسن، argue بمعنى يجادل، excite بمعنى يثير. هنقول argue بمعنى يجادل، لأن المجادلة عكس الموافقة، تجادل معناها إن أنت لسه مش مقتنع، لسه عايز تحكي. يبقى argue إجابة صحيحة في جملة رقم 30. وكده يكون انتهى vocabulary exercise على الدرس 3 و4، الوحدة 9. لكن إن شاء الله لسه لازال لدينا العديد والعديد من تدريبات المنهج بتاعك مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ عزت مدرسة الشيماء الثانوية البنك مهف سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.